السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناتكم نور أونلاين حياكم الله من جديد في فيديو لذيذ جدا ومميز جدا بدنا نساوي فيه تشيز كيك مع زبدة الفستق السوداني هذا التشيز كيك مميز جدا هو خاص بالكيتو طبعا ويمكن لأي شخص أنه ياخذه لأنه مثل ما نحكي دائما الكيتو ما بياكل أي شيء لكن الناس العاديين ياكلوا أي شيء بما فيه الكيتو، الطعم لذيذ والطريقة سهلة جدا تابعونا لحتى تشوفوا الطريقة والمقادير من جديد السلام عليكم حياكم الله مباشره الى الطريقه بدنا على النار على المقلاه بدنا 75 جرام زبده حيواني بدنا نذوبها الى ان يصير اللون تبعها بني شوي يعني مو بس مجرد تذويب عادي ولو حبيتوا تذويب عادي بيمشي الحال لكن هذا يعطيها شوي لون مميز هيك صار اللون بني وهو المطلوب هلا بدي اشيلها عن النار واحطها على جنب الان المكون الثاني هو مطحون كوكيز زبدة الفستق السوداني نحن سبق وسوينا فيديو ها هي الكوكيز اللي سويناها راح تشوفوها هلا الرابط فوق كثير طيبة وكثير لذيذة بدي تقريبا بحدود 300 جرام مطحونين اطحنهم بأي وسيلة ما بيفرق وبدي عليهم معلقتين كبار من الكاكاو المحلى او غير المحلى انتو احرار ولو حبيتوا شوي حلو حطوا معلقة صغيرة لانه اصلا الكوكيز حلوة ممكن تحطوا معلقة صغيرة من سكر الارثريتول او الاستيفيا هذول بدي اخلطهم بشكل جيد هيك صار جاهز بعد الخلط اضيف انا الزبدة اللي سبق وجهزناها وارجع اخلطه بشكل جيد جدا هذا بدو يساوي القاعدة تبع التشيز كيك طبعا هذا التشيز كيك بدون فرن ما بدو فرن بعد الخلط الجيد جدا انا ضفت شوية زبدة عليها لحتى يطلع بهالشكل ها الآن إلى قالب بدي احطه بأي قالب عندكم متوفر مشان نجهز فيه الطبقة الأساسية أنا وزعت استخدمت كاس عادي ووزعت الكمية بشكل متساوي مع ضغط خفيف بهذا الشكل صار أساس القالب جاهز أنا طبعا حاطط ورق زبدة وداهنه بالزبدة الآن إلى الفريزر تقريبا ربع ساعة وبعدها يكون جاهز إن شاء الله الآن بدنا نحضر وجه التشيز كيك بدي كريمة خفق بحدود المية ميلي بدي اخفقها لحتى تطلع الكريمة هيك صارت الكريمة عندي جاهزة شيلها على طرف بعد ما خلصنا الكريمة الان بدنا نساوي التشيز او الجبنة التشيز بدي كريم تشيز 400 جرام لازم يكون بدرجه حراره الغرفه مو من البراد مهم هذا الشيء جدا هاي تقريبا 200 جرام جبنه كريميه بدي اضيف كمان 200 جرام من زبده الفول السوداني نحن سبق وجهزناها راح تشوفوا الرابط فوق هاي الزبدة بدون أي إضافات بدون أي مواد حافظة فقط فستق عبيد أو فستق سوداني طحناه بهذا الشكل لحتى حصلنا على هاي الزبدة اللذيذة جدا بدي لهالخليط ملعقة صغيرة فانيليا ولو حبيتوا تحطوا سكر بيكون احسن طبعا اختياري بالنسبه للكيتو اريثريتول او ستيفيا معلقتين صغار بكفي هيك يكون صار الخليط جاهز هلا بدي اساويه كمان بالميكسر الهاند ميكسر بدي اعطيه خلط بشكل جيد هذا الخليط الأن صار جيد ومقبول يعني حتى القوام تبعه كثير كويس الأن أضيف الكريمة اللي أنا سبقت وحضرتها من شوي بدي أخلط بشكل هادئ جدا ما بدي أنزع الكريمة الأن الخليط صار جاهز بدي أضيف هذا الخليط على القالب اللي كان بالفريزر واحطه بالبراد لمده ست ساعات على الاقل هذا القالب اوزع الخليط عليه بالتساوي هذا الشكل النهائي صار جاهز الان مع السلوفان الى الثلاجة لمدة 6 ساعات على الاقل وبعدها نرجع للخطوة النهائية المرحلة الاخيرة للشيز كيك تبعنا هو الوجه الاخير اللي هو نساوي من الشوكولاتة بدي شوكولاتة هاي الشوكولاتة طبعا نسبة الكاكاو فيها تقريبا تسعين الى خمسة وتسعين بالمية كل ما كانت النسبة اعلى كل ما كانت افضل طبعا هاي بالنسبة للكيتو بالنسبة لغير الكيتو اي نوع بيمشي حاله يعني الكربوهيدرات اقل ما يمكن السكريات اقل ما يمكن هذا اللي يهمنا بالنسبة للكيتو هاي تقريبا 100 جرام من الشوكولاتة بدي أضيف عليهم كريمة كريمة خفق عالية الدسم بحدود 100 ميلي أدخلهم على الميكرويف لمدة 45 ثانية تقريبا هاي الشوكولاتة بدي أضيف عليها سكر إريثريتول أو ستيفيا ملعقة صغيرة بتكفي وأحرك لحتى يطلع الكاكاو كله هيك صار الصوص جاهز صوص الشوكولاتة هذا التشيز كيك تبعنا اللي جهزناه بعد تقريبا ست ساعات بدي أضيف الخليط فوقه هذا صار جاهز بدي أوزع الصوص هيك بالتساوي الآن بالسلوفان وبدي أحطه بالبراد لمدة ساعتين وبيكون جاهز